مع الجدران الزجاجية المسننة والسقف الذي يسمح للضوء الطبيعي بالتخلل إلى قاعاتها، تهدف قاعة الحفلات الموسيقية الجديدة المستقبلية في بودابست إلى خلق انسجام بين الطبيعة والموسيقى. فتح بيت الموسيقى في المجر أبوابه للزوار بعرض حفلات موسيقية قام بها موسيقي أكاديمية ليسبيرنيك للموسيقى، وهو جزء من مشروع الحكومة لتحويل متنزه مدينة بودابست إلى معرض للثقافة المجرية في ظل معاناة المدينة من فقدان بعض المناطق الخضراء. اختبر المصممون كيفية عمل الصوتيات بشكل جيد في هذا المبنى لفترة طويلة، ووجدوا العديد من الحلول المبتكرة، أحدها أن الجدران الزجاجية لا توضع على التوازي ولكنها سطح متعرج حيث ينفصل الصوت. المبنى يشبه عيش الغراب العملاق بسقفه المثقوب الذي يوجه الضوء إلى جميع مستوياته عبر ما يسمى بئر الضوء أو الثقوب الكبيرة. ويقول مصمموها إن جدارها الزجاجي الذي يبلغ ارتفاعه 12 مترا يتكون من 94 قطعة بترتيب متعرج يعكس جودة صوت متسقة. خلف مرحلة الحفلة الموسيقية تم إنشاء سطح زجاجي يمكن تعديله. توجد ألواح زجاجية كبيرة تبلغ مساحتها مترا واحدا ويمكن تعديلها بشكل فردي، وبهذا يمكن توجيه الصوت نحو السقف حيث يمتص الصوت. يضم المبنى قاعة للحفلات الموسيقية والعديد من أماكن الموسيقى والمعارض التفاعلية ومكتبة موسيقية، وتمزج أركانه بين الطبيعة والمباني. فاز بيت الموسيقى مؤخرا بجائزة أفضل استخدام للموسيقى في تطوير العقارات في حفل توزيع جوائز مدن الموسيقى، كما أنه مدرج في قائمة تايم أوت لأفضل الأشياء الجديدة في العالم في عام 2022.